بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين قناة عرب قنو لينكس، معكم عبد المجيب. وتأخر هذا الدرس طويلا طويلا طويلا، أو صح تأخرت ما نزلت فيديو، ما بتفلسف كثير وليش تأخرت. الدرس اليوم هو مهم جدا صراحة، وهو كيف تدير المستودعات على التوزيعات الديبيانية. تمام؟ طبعا توزيعات ديبيانية أقصد أي توزيعة مبنية على ديبيان، مثل الأبونتو، مثل اللينكس منت. إذا أنت ما تعرف توزيعتك مبنية على ديبيان ولا لا، هل أنت تستخدم أبتكت؟ هل انت تستخدم ابتيتيود او ابت بشكل عام؟ هل هو موجود عندك ولا لا؟ اذا ما تعرف شنو قاعد اتكلم عنه ولا ادوش الابت حتى الان، راح نشوف الحين بالطرفيه، نفتح الطرفيه هذه الشاشه ونشوف كيف نتحقق هل هي توزيعاتنا اساسا ديبيانيه ولا لا. الحين راح نشوفه. لكن المستودع ايش هو؟ انا عرفته سابقا، راح اعرفه الحين بطريقه سريعه. ايش معنى مستودع؟ المستودع ببساطه جديده اللي هو بالانجليزي اسمه ريبوزيتوري. تمام؟ تحصلون بكثير من المواقع اسمه ريبوزيتوري، ربما عندك بالتوزيع اسمه ريبوزيتوري. هذا عباره عن مكان في برامج. تمام؟ فالمكان هذا راح تجيك البرامج عن طريقه. اوكي؟ فيكون المكان هذا يكون فيه مخزن برامج بصيغه معينه. تمام؟ غالبا تكون بالدي اي بي، احيانا ما تكون دي اي بي. تمام؟ ممكن تكون بصيغه ثانيه ويقوم يحزم لك اياه مدير الحزم عندك ايا كان نوعه. تمام؟ فالمستودع عباره عن سيرفر بعيد عنك. اوكي؟ لكن فيه البرامج، تجيب البرامج عن طريقه. احنا لما نكتب امر بالطرفيه ونحمل برنامج ونحمل برنامج من مستودعات البرامج، احنا قاعدين نتعامل مع سيرفر بعيد، نحمل عن طريق البرامج. البرامج موجودة على النظام عندنا. في طريقة ثانية وهي المستودعات المحلية، تكون موجودة عندك على جهازك الشخصي. تمام؟ وتكلمت عنها سابقا، نبحث عن درس اسمه ديبيان المستودعات المحلية، راح تشوف شلون تقدر تسوي لك مستودع محلي على النظام عندك، بحيث انك ما تستخدم الانترنت كثير بتحميل البرامج، وهذه الطريقة مفيدة. اوكي، اليوم بشوف كيف نتعامل مع المستودعات، كيف نجيب مستودع ننزله على النظام عندي، كيف اقدر اعدل المستودعات، افكار عامه عن المستودعات بحيث انك ما تواجه مشاكل باستخدام مستودعاتك. اوكي، طبعا في مواقع كثيره توفر لك اللي هي المستودعات هذه، ولكن من افضل المواقع اللي هو موقع لونش باد. اوكي، طبعا ترى ما اتكلم عن ارت لينكس اليوم. اوكي، بس مجرد خلفيه هنا. وين راح لونش باد؟ اوكي، هذا موقع لونش باد. اوكي، طبعا اجيب لكم فوكو سكرين، لاني قبل تكلمت عن الفوكو سكرين، فاجيب لكم اياه اليوم. اللونش باد هذا هو موقع غالبا يكون في حزم ابونتو. تمام؟ كل الحزم موجود في ابونتو، لكن حزم الابونتو ممكن تشتغل على الديبيان وما بني على الابونتو. تمام؟ بشرط مراعاه نوع التوزيع. تمام؟ اول طريقه لمعرفه توزيعتك هي انك تفتح الطرفيه يا استاذ العزيز. تمام؟ وهذه هي الطرفيه. اوكي، خلينا نكبر لكم الخط شوي. اوكي، طبعا هذه هي طرفيه. الحين اكتب ابت بالشكل هذا. اوكي، ابت جيت، وضغط انتر. اذا طلع لك كلام زي هذا 100 100، اما اذا طلع لك كلام يشبه الكلام هذا اللي هو كوماند نوت فاوند، فانت ما تستخدم الابت كيت. باختصار، فانت اكتب ابت كيت وشوف هل يطلع لك شيء ولا لا، او ممكن تكتب ابت كيت ابديت وتشوف هل في تحديثات راح تصير ولا لا. زي ما انت شايف الحين راح يكون في تحديثات. هذه طريقه سريعه للتاكد من المستودعات، هل انت تستخدم ديبيانيه ولا غير ديبيانيه. هذه هي الطريقه التحقق. اول شيء طبعا اغلبكم يعرف انه استخدمت توزيع ديبيانيه زي لينكس منت مثلا، وانا اشرح على لينكس منت الحين، ولينكس منت ديبيان كله زي بعض. اوكي، كيف نضيف مستودع؟ طبعا في طريقه بسيطه وسهله جدا لاضافه المستودع، وهي طريقه اضافه اللي هي البي بي اي، يسمى البي بي اي. طبعا هذه طريقه ممتازه جدا، ممكن تجربها على ديبيان، لكن بتكون عندك مشكله مع ديبيان راح اشرح لكم كيف نحل مشكله ديبيان الحين. لكن الطريقه الاولى لاضافه اي مستودع. اوكي، انت حصلت مستودع، حصلت لك برنامج مثل هذا. اوكي، برنامج زي هذا قال لك انه في عندنا مستودع. اوكي، ادينج ذس. اوكي، زي ما انتم شايفين هذا يسمى بي بي اي، اللي يبدا بالبي بي اي نقطتين كيف نتعامل معه. ممكن تنسخه بالشكل هذا، نسخ عادي، ثم تروح للطرفيه تكتب apt now apt add repository بالشكل هذا، apt add repository، ثم نقوم ونحط عندنا اللي هو الرابط حق البي بي اي. نضغط انتر، نجلس شوي. اوكي، قال لك اضغط انتر عشان نضيف لك اياه. بالطريقه هذه احنا حصلنا على اضافه سريعه، وكل مستودع له مفتاح. اوكي، اللي هو سمى جي بي تي. اوكي، جي بي جي. اوكي، الجي بي تي هذا ما راح تسوي له اضافه انت بنفسك لما انك تجيب المستودع بالطريقه هذه. اوكي، ليش؟ لان الطريقه هذه خلاص تلقائيا معرف لك كيف تجيب اللي هو مفتاح. اوكي، او المفتاح مجيب لك تلقائيا. طيب، نضغط على انتر الحين. لاحظ الجي بي جي جاء، هذا المفتاح حق المستودع. اوكي، تم اضافه المستودع. طبعا بعد اضافه اي مستودع لازم تسوي ابديت للسيستم او ابديت للمستودعات عندك.
لازم نسوي الابديت هذا ضروري علشان تجيب المستودع الجديد. احنا ضفنا برنامج اسمه فوكو سكرين. فوكو سكرين هذا غير موجود بالنظام الان. صار عندي امكانيه اني انزل الفوكو سكرين عن طريق اسم البرنامج فقط. يعني لو بحثنا عن اسم البرنامج الحين راح نلقى الفوكو سكرين. خلونا نشوف لين يخلص. بس اوكي يلا حرك. تقريبا خلص. اوكي انا اكتب ابت كاش. طبعا هذا امر البحث بالديبيانيات. ابت كاش سيرش فوكو سكرين انتر. اوكي فوكو سكرين شوف هذا هو طلعت من البرنامج. ممتاز يعني صار عندنا البرنامج هذا نقدر نحمله عن طريق ابت جيت انستول ثم اسم البرنامج اللي احنا حطينا المستودع الخاص به. هذه الطريقه الاولى لاضافه المستودعات. تمام الطريقه الثانيه للاضافه وهي عن طريق اضافه المستودع بالشكل هذا. طبعا المستودع هنا بيختلف شوي لكن راح اشرح لك كيف طريقته. لما نجي لاضافه المستودع بالطريقه هذه راح يقول لك هنا طبعا هذا الملف ينحط وين؟ حط ملف اسمه sources.list راح نشوفه الحين. لكن بتكلم لكم عن موقع لونش باد مثلا. في مواقع ثانيه ممكن ما يقول لك بالطريقه هذه لكن لونش باد ممتاز. يقول لك choose your ubuntu version. اوكي راح تختار هنا الابونتو فيرجن الخاص بك. هل انت تستخدم 13.10 13.4 12.10؟ كانه في توزيع طارت 11.4 تمام. اوكي طبعا انقطعت دعم حق هذه. اوكي راح نجي مثلا نختار اني استخدم توزيعات بريسايز. هذه تلقائيا حط لك اسم بريسايز هنا. اوكي في نوعين من المستودعات. في نوع السورس اوكي اللي هو دي اي بي اس ار سي. اذا كنت انسان ما تهتم بالسورس خاص بالبرنامج يعني ما راح تطور البرنامج لا تستخدم الدي اي بي سورس هذا. استخدم دي اي بي فقط. اوكي فاحنا راح ناخذ السورس هذا بالشكل هذا. اوكي طبعا انا حاليا استخدم توزيعه لينكس بنت 15. هذا يعني اني متوافق مع التوزيعه هذه تقريبا او هذه. اوكي لكن غالبا البريسايز متوافقه مع اغلب التوزيعات المبنيه على الابونتو. ايضا البريسايز ممكن توافق مع توزيعه ديبيان ويزي. اذا كنت تستخدم ويزي اضافه المستودعات بالديبيان ويزي احنا ممكن نضيفها بنفس الطريقه هذه اللي هي ابت ابت جيت تمام. بعدين عفوا ابت اد وبعدين نحط البي بي اي. ممتازه لكن الاشكاليه راح تصير انه ما راح ينزل عندك المستودع بالطريقه الصحيحه. لذلك لازم انك تاخذه بالطريقه هذه. اوكي من هنا كوبي بعدين نروح الله يسلمك. وين نروح؟ نروح هناك اللي هو هناك نكتب نانو. طبعا لاحظ ان كل اللي سويته هذا بصلاحيات روت. يعني انا كاتب اس يو قبل ما اسوي اي شيء. راح نكتب نانو اي تي سي عفوا ابت سورسز دوت ليست. هذا الملف هو المسؤول عن المستودعات. طيب راح اجي هنا واضيف المستودع هذا. اوكي الان صار عندي مستودع اسمه فوكو سكرين بالشكل هذا. خلصت تسوي حفظ للملف عن طريق كنترول اكس بعدين تضغط حرف واي بعدين تضغط انتر. اوكي الله اكبر اذن عندنا. طبعا ممكن تفتح باي محرر عندك. انا استخدم النانو عشان يفتح بسرعه عن طريق الطرفيه وميزه النانو ممكن افتح له عن طريق الطرفيه ما احتاج واجهات رسوميه. طيب الان اضفنا السورس ليست ماشي البرنامج على السورس ليست. عليك تسويه انك تسوي تحديث. طبعا راح يكون عندي مشكله هالكبر الحين راح نشوف الحين وش المشكله. المشكله انه اضفت مستودعين بنفس الاسم. وطبعا هذه احد المشاكل اللي شفتها دائما منتدى الدعم الفني انه ينضيف مستودعين ثم بعدين يقول صار عندي مشكله. الاشكاليه هي انك اضفت مستودعين. اوكي يلا طيب خلصنا الحين. طبعا ما قال لي عندك مشكله ربما لانه المستودع ذاك اسمه يختلف عن هذا في شيء معين. طيب انا اضفت مستودع بالطريقه هذه اللي ابت اد. وين راح المستودع هذا؟ لاني انا عرفت اني اضيف المستودع بالنانو سورسز دوت ليست لكن وين راح المستودع اللي اضفته عن طريق الفوكو سكرين؟ المستودعات اللي تنضاف بالطريقه هذه ابت اد غالبا تكون موجوده هنا على المسار هذا. اكتب سي دي اي تي سي ابت سورسز دوت ليست دوت دي. اوكي انتر اكتب ال اس. لاحظ عندي مستودع هنا اسمه فوكو سكرين. هذا هو المستودع اللي انا اضفته بالطريقه اللي قبل شوي كانت. طبعا في مستودعات ثانيه زي ما انت شايف هنا. انت ممكن تصنع مستودعك الخاص هنا لانه ببساطه لو فتحنا مثلا نانو فوكو سكرين دخلنا ما في شيء غير انه نفس السطر اللي احنا نقلناه قبل شوي جابوا حطوا هنا. لذلك انت ممكن تسوي لك ملفات هنا عشان تنظم مستودعاتك. فانا مثلا ابي اضيف برنامج اسمه دوكي مثلا رغم ان الدوكي موجود لكن مثلا ابي اضيف نسخه تطويريه لدوكي. فممكن اكتب طبعا انا الان وين موجود؟ موجود على المسار اللي احنا دخلنا عليه قبل شوي موجود هنا. اوكي انا موجود هنا لذلك اذا سويت اي ملف راح اكون مسويه هنا. راح اكتب نانو ثم اكتب مثلا دوكي دوت ليست.
خلاص انا الان لو ضغطت انتر اقدر احط اي شيء بالملف هذا، وهذا الملف راح يكون متوافق مع النظام انه نقدر نجيب عن طريقه مستودعات. هذه طريقه الاضافه للمستودعات. كيف احذف المستودع؟ بالنسبه للمستودعات اللي موجوده هنا زي المستودعات هذه اللي موجوده بمجلد اسمه sources.list.d تمام، هذا عن طريق الحذف العادي، ممكن تحذفه عن طريق بالشكل هذا rm اوكي. ممكن تسوي شيء ثاني انه تقول انا خاف احتاجه بعدين، طيب ممكن تسوي نانو فوكو سكرين، تدخل تحط علامة هاش قبل كل سطرين، بالطريقة هذه أنت ألغيت المستودع ما يشتغل الحين، ماشي؟ أوكي. هذه طريقة التعامل على المستودعات، الطريقتين الاثنين. بالنسبة للتوزيعات أو توزيعات ديبيان نفسها، إذا أنت حاب تحول المستودع من طريقة الـ PPA إلى طريقة الإضافة العادية، لأنك على الديبيان أحيان ما يمشي معك الموضوع، خلونا أوريكم كيف نقدر نضيف مستودع من PPA نحاوله يكون بنفس السطر هذا، بنفس شكل السطر هذا، أوكي؟ بعمل مقارنة بسيطة جداً ما بين الاثنين هذول، لاحظ إيش مكتوب هنا؟ مكتوب Vocal Screen Dev، شايفين هذا؟ Vocal Screen Dev، وبعدين كتب لك Vocal Screen Daily، أوكي؟ لو نزلنا تحت هنا راح نلاحظ إنه مكتوب لك هنا Vocal Screen Dev و Vocal Screen Daily. هذا يعني إنه ممكن إحنا نخترع لنا مستودع بالشكل هذا، يعني راح يكون رابط المستودع بالشكل التالي. اوكي هذا هو حابين نحوله الى مستودع سطر كامل بحيث ان نقدر نضيفه على السورسز دوت ليست. ليش؟ لان اضفناه عن طريق الابت جيت ما ادري ايش، راح تتغير كلمه ابونتو، هذه راح تتغير الى كلمه، او راح يضيف ابونتو راح يكتب ويزي هنا، وما في شيء اسمه ويزي، ما في شيء اسمه ما ادري ايش اسمه التوزيع الثانيه حق الديبيان، تمام؟ فالاشكاليه لما يكون ما في شيء اسمه ويزي ما راح يشتغل المستودع، كيف احوله انا يدويا؟ هذا راح اتكلم عنه الحين، تمام؟ اوكي. طبعا في مشكله ثانيه انه البي بي اي احيانا البي بي اي نفسه يكون في مشكله انه ما يشتغل، يطلع لك خطا بعدين يقول تريس باك ما ادري ايش. كيف اقدر نلغي المشكله هذه؟ ببساطه شديد اكتب اتش تي تي في او لا صح انسخ هذا، شايفه؟ خل هذا دائم عندك، خلنا نفتح المستند نص، والله ما ادري عندي مستند نص ولا ما عندي، تمام؟ لكن خلونا نلعب مع النانو شوي، اوكي؟ افتح نسوي نانو فايل دوت ليست مثلا، احب حابين احنا نضيفه على السورسز دوت ليست صح ولا لا؟ نانو اي تي سي ابت سورسز دوت ليست، ندخل راح نقدر نضيفه هنا، اكتب دي اي بي، لازم تكتب دي اي بي ثم تحط الرابط، اوكي؟ طبعا راح امسح هذا كله هنا. طيب انا اذا حاب احول اي مستودع من بي بي اي الى مستودع عادي ايش راح اسوي؟ مكتوب لك بي بي اي هنا. طبعا بعض المواقع زي مثلا ابونت او ام جي ابونت او شغلات زي دي يستخدمون بي بي اي، ما يقول لك انه في شغله زي هذه عشان انت ما تقدر تستخدم على الدبيان. طيب كيف اقدر استخدم على الدبيان؟ الحين اوريك شلون. راح تكتب الله يسلمك اول نقطتين، هذه اسم المستخدم، اسم المطور، اوكي؟ طيب راح نكتب فوكو وين راحت فوكو سكرين دي اي في، هذا اسم المستخدم او اسم المطور، ثم اسم البرنامج، اوكي؟ راح اكتب هنا فوكو سكرين ديلي، اوكي؟ الان صار عندي امكانيه اني اضيفه على الدبيان، لكن باقي شغله واحده، الدبيان راح تكتب لك ويزي هنا زي ما قلنا، تمام؟ فاحنا ايش راح نسوي؟ الديبيان ويزي متوافقه مع بريسايز، راح اكتب بريسايز، ثم ايش نكتب بالنهايه؟ نكتب مين تقريبا بالشكل هذا راح يكون عندنا جاهز بريسايز. اوه في مشكله، لا تنسون ترى انا نسخت هذا، اوكي الان جاهز اقدر اني احفظ هذا الملف واشغله. لاحظ اني نسيت حاجه مهمه هنا وهي ابونتو، اوكي؟ في حاجه حلوه لو نسخت الرابط هذا كوبي لينك ادرس بحيث انك تتاكد هل اللينك يشتغل ولا لا. انسخ ولصق هنا بيست اند جو، ننزل شوي. اوكي اذا طلع لك بالشكل هذا ممتاز. طيب احيانا وصلت انت للنقطه هذه حاب تعرف ايش هي التوزيعات المدعومه او ايش هي التوزيعات المدعومه، تدخل على الديست هنا مجلد ديست هذا، بالديست هنا راح تحصل كل اسماء التوزيعات المدعومه، اوكي؟ فانت ممكن تستخدم ديفلوبمنت، اوكي؟ بدل ما تستخدم بريسايز ممكن تستخدم توزيعات، عفوا اصدارات ديفلوبمنت. لو دخلنا هنا بنحصل نفس الشيء ريليز، وبنحصل مين هنا زي ما انتم شايفين. فاحنا بالمستودع ايش راح نسوي؟ احنا بالمستودع دائما نستخدم اسم التوزيعه، اوكي؟ هذا اسم التوزيعه، ثم نستخدم مين. وين مين هذا؟ هذا هو الموجود هنا قبل شوي دخلنا عليه. لو دخلنا على بريسايز هذا مجلد مين، احيانا ما يكون في مين هنا، احيانا يكون في مجلد ثاني لاسباب ثانيه، تمام؟ فهذه طريقه اللي هي اضافه المستودعات اعزائي. رابط المستودع، اسم المطور، اوكي هذا اسم المطور الحين، طبعا احنا ممكن ندخل على مطور ثاني من هنا، اوكي؟ على حسب اسم المطور طبعا، ممكن والله ما ادري او ام جي ابونتو يقول لهم شيء، في عندهم اللي هو دبليو
8 هذا هو دبليو 8 تيم. اوكي هذا الدبليو 8 تيم، هذه المستودعات اللي هم سوينا اوكي، وهذه برامجهم. والله انا حاب استخدم نيمو حق حقهم، فهم عندهم نيمو وعندهم ابونتو توزيعه ابونتو، خلينا نشوف ايش التوزيعات المتاحه. والله عندهم بريسايس، فانا ممكن اني اجيب هذا الرابط بشكل كامل اوكي علشان اضيف البرنامج، او ممكن اسوي بالشكل هذا اوكي، انسخ اسمهم واضيفه بنفس الطريقه، اسم المطور، اسم البرنامج، اسم التوزيع اللي هي ابونتو، اسم المطور، اسم البرنامج، اسم التوزيعه، ثم اختار واحده من هذولي. فبالطريقه هذه نسوي تي اي بي اتش تي تي بي 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 اي دوت لونش بوكو سكرين دي اي بي، ثم هنا نكتب اسم المطور، في اسمه والله اسمه دب ويب ابديت تيم، ثم نكتب نيمو اللي هو اسم البرنامج طبعا، طبعا التوزيع ابونتو، ثم نختار اصدار التوزيع اللي نبيه بريسايس، ثم نكتب مين اللي هو المستودع الاساسي. هم عندهم مين ولا عندهم ايش؟ بريسايس اوكي عندهم مين. الان هذه طريقه تحويل المستودع اوكي. طبعا الطريقه الثالثه هذه طريقه يعني جيكيه بالحيل، يعني جيك زياده عن اللزوم، لكنها مفيده جدا عشان بعدين تعرف تتعامل مع المستودعات و ما يكون عندك اي اشكاليه بالمستودعات. انا لو حفظنا هذا المستودع وسوينا apt get update سوينا تحديث، قد يكون في تعارض تمام، قد يكون في تعارض، قد يكون في مشكله خطا بسبيلنج او الى اخره، لكن خلونا نشوف بيريب. اوكي لاحظ انه في مشكله launchpad.net هذا سايس اوكي، في عندنا مشكله المستودع هذا اللي فوق اوكي. قال لك المشكله هذا الفوكس سكرين يا حلاوتك وانت مؤلف. طيب انا مضيف هذه الكلمه زياده، طيب قال لك نوت فاوند معناته في مشكله، راح نجي ندخل اوكي. انا غلطت هنا، كتبت اسم المطور مرتين، ليش ما قلتوا لي؟ طيب نمسح هذه دوت نت، نحفظ، راح نسوي ابديت جديد الحين، راح امشي الموضوع سليم. هذه هي طريقة التعامل مع المستودعات. الآن أضفنا مستودع، عرفنا وين تحفظ المستودعات، عرفنا كيف نحول المستودعات التوزيعات الدبلينية، وكيف نقدر نحذف ونضيف. أتمنى أني ما نسيت شيء بالطريقة هذه. الآن أنت صرت محترف بإدارة محتويات توزيعتك، وبرضه ما زال موجود في مشكلة، راح نشوف شو المشكلة الحين. ما بعد خلصنا فيديو، بنخلص إن شاء الله إذا حلينا المشكلة، عشان تشوفون أمثلة كثيرة على مشاكل على حلها. طيب المشكلة نيمو ليست باينري ايش بريسايس ما فيه. طيب خلونا ناخذ هذا ونشوف شو المشكله، ننسخ الرابط اوكي، هو يقول في مشكله هنا، ننسخ، نمسح اخر شيء لين مين اوكي. اوكي معناته انا عندي مشكله هنا بريسايس كاتبه غلط ولا اوه عجيب والله كل الدنيا غلط، اسم المطور غلط اكيد. اوكي هذا اسمهم، راح نعدل اسم المطور، راح نجي الحين نحط، طبعا الدرس طال زياده على اللزوم بس علشان ناخذ امثله زياده ونستريح من المشاكل. المشكله اني حاطن حرف اي قبل الثمانيه. خلاص انتهى درس اليوم، نشوفكم ان شاء الله في درس جاي. اذا عندكم اشكاليات استفسارات خاصه بهذا الدرس، يا اما تكلموا بالتعليقات خاصة بالدرس، أو انتقلوا إلى منتدى الدعم الفني عشان نستفيد من مشاكلكم. أي شخص يواجه نفس المشكلة، نشوفكم إن شاء الله بالدرس الجاي. خلونا نتأكد أن هذا البتاع خلص ما في مشاكل أوكي. خلاص الحين أعتقد صار عندي برنامج نيمو موجود على التوزيع، الحين أقدر أنزله. قالك الحين دبليكيتد يا حلاوتك. طيب دبليكيتد يعني في عندك مستودعين، عندك مستودع فوكس سكرين مكرر، احنا ضفناه بشكل متكرر وصارت لكم كيف تحذفونه، لكن في عندك مشكله الجي بي تي ايرور هذه، راح نتكلم ان شاء الله عنها في درس مستقل كيف نحل مشكله هذه، لان المشكله عويصه بعض الناس يواجه عنده مشكله، ولكن ترى المشكله كلها تتعلق بهذا المفتاح وكيف نقدر نضيف هذا المفتاح الى مستودعاتنا. مع السلامه.